امين يا رب. شكرا جزيلا. وانا عايز اقول لك ايه، الناس ممكن تاخد قرارات كتير والمسؤولين ممكن ياخدوا قرارات كتير، لكن يبقى في النهاية ان توفيق ربنا سبحانه وتعالى ودعمه للقرار هو ده الاساس. يعني ما الناس مستعدية تاخد قرارات كل وقت، وناس عارفة الصح وممكن تجري انها تعمله يعني، لكن لما ربنا يوفق وكمان الناس تساعد معانا، ما الناس ساعدت، هو النتيجة اللي انا بتكلم فيها دي ان الناس ساعدت. الناس اللي بتكلم هنا على الـ على الـ على الست البيت اللي هي مطلوب منها انها تاكل وتشرب وتلبس وحاجات كتير قوي، هي اللي ساعدت معايا او ساعدت مع الوطن ان شئت ان انتوا تسموها كده. وانا لما اسجل ده واقوله مش يعني، ما انا قلت لكم مره قبل كده ان انا واحد من الناس، يعني انا مش، ما تعتبرنيش مسؤول كبير ولا حاجه، بتكلم بجد، ما تعتبرنيش مسؤول كبير يعني. انا اصلي يعني انا واحد من المجتمع يعني، بسمع وبشوف الست بتعمل ايه يعني، زي كل بيت من البيوتات بتاعتنا واللي بيحصل فيها يعني، وتجد في الاخر، وارجو ان الكلام ده ما يبقاش يؤلم يعني، وجد في الاخر ان هي الست اللي بتشيل يعني. بقول بانصاف، انا بتكلم في نسبه غالبه، بتكلم في حاله مش بتكلم في استثناء، بتكلم في حاله. يعني ايه حاله؟ يعني لما اجيب 1000 ست واجيب 1000 مشكله في كل بيت، ما بقولش ان 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 الكل الالف يعني 100%، لكن نسبه كبيره منهم بتعطي وتضحي وتساهم، نسبة كبيرة أكتر من 70-80%، يتبقى استثناء ما يتشال، ما يتحسبش عليه ويتقال إن مثلا في بعض الناس بيظلموا أو بيفتروا أو يأسوا. مش عايز أطول عليكم، لكن عايز أقول يعني الفترة، حالة النجاح اللي احنا تحققت خلال الخمس ست سنين اللي فاتوا، حتى أثناء قسوة الإرهاب والتضحيات اللي تقدمت، ما اللي قدمته في أبهاتنا فيش كلام،